السلام عليكم. اتفقت مواقف العراقيين ومنها هيئة علماء المسلمين في العراق تجاه يوم 9 نيسان ذكرى احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية عام 2003 صفحة سوداء في تاريخ العراق لا تستحق الاحتفال بها، بينما رحبت بها الأحزاب الحاكمة التي صعدت في ظل الاحتلال وطالبوا بجعله يوم عطلة رسمية ويوما للاحتفال. من جانبها اعتبرت هيئة علماء المسلمين في العراق أن يوم 9 نيسان هو مرحلة فاصلة في تاريخ العراق الحديث بين السيادة الكاملة ووحدة الشعب وبين انهيار الدولة وتقسيم المجتمع ونهب ثروات البلد. أما الأحزاب الحاكمة فقد حفلت مواقعهم بمظاهر الفرح والترحيب بالمناسبة، معتبرين أن الاحتلال ساهم في وضع العراق على درب الحرية والديمقراطية بحسب زعمهم. في هذا السياق نطرح الأسئلة التالية: لماذا تعتبر الأحزاب الحاكمة يوم 9 نيسان عيداً وطنياً يجب الاحتفال به؟ ولماذا بنيت العملية السياسية على المحاصصة الطائفية والعرقية وليس على أساس المواطنة، وهو أمر لم يشهده العراق عبر التاريخ ولم يألف شعب العراق صيغته بحسب ما ذكرته هيئة علماء المسلمين في رسالتها إلى الشعب العراقي في ذكرى احتلال بغداد؟ ولماذا يتصدر العراق بعد 20 عاماً من الاحتلال قوائم ارتفاع نسبة الجريمة المنظمة والفساد وحالات الإعدام وقتل الصحفيين وتردي الوضع الأمني والبيئي وعدم الصلاحية للعيش، فيما ما زالت كثير من الملفات السياسية والأمنية غير محسومة، سيما لا ما يتعلق منها بالجانب الإنساني، وأبرزها قضيتا المغيبين قسرياً والوعود غير المنفذة بإعادة النازحين والمهجرين إلى مناطق سكناهم كما جاء في رسالة الهيئة. هذه المحاور وغيرها سنبحثها في برنامج تحت الضوء لهذا الأسبوع التي تحمل عنوان: لماذا تحتفل الأحزاب الحاكمة بيوم احتلال بغداد؟ سيكون معنا ضيفا في الاستوديو الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان. أستاذ نوري مرحبا بكم. أهلا وسهلا. حياك الله. وعبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. أستاذ مصطفى حياك الله مرحبا بكم. حياك الله، أهلا بك وبضيوفك الكرام وبمشاهديك الأعزاء. حياك الله. وعبر الهاتف مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين في العراق حارث الأزدي. أستاذ حارث مرحبا بكم، حياكم الله. حياكم الله وحفظكم وحيا الله ضيوفكم. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام، وقبل أن نبدأ ندعوكم لمتابعة هذا التقرير. تحت شعارات كاذبة وحجج واهية احتلت أمريكا ودول التحالف العراق قبل 20 عاماً وأسست لنظام طائفي وحزبي جعله بلداً مدمراً، فيما أدت قرارات إدارة بريمر لانهيار مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية وتشكيل الأحزاب المسلحة المدعومة من إيران، وشرعت الأبواب أمام الكثير من الإجراءات الانتقامية واستهداف مكونات بعينها بالاعتقالات والتغييب القسري وأحكام الإعدام المسيسة، وفقاً لمحطة BBC نيوز أور الأمريكية التي أكدت أن تلك القرارات أدت لتفشي الفساد بشكل غير مسبوق وتدهور الأوضاع الاقتصادية خلال 2 عقدين من الفشل الحكومي. فيما وجهت هيئة علماء المسلمين في العراق رسالة مفتوحة إلى الشعب العراقي في الذكرى 20 لغزو العراق، مؤكدة أن الاحتلال وحكوماته عملوا على تأسيس دولة الطغيان والتنكيل والقتل، وأن العملية السياسية فشلت بسبب المحاصصة الطائفية والعرقية وأدت إلى تغييب الهوية الوطنية للبلاد، وأن تغيير الأوضاع الحالية في العراق يتطلب جهوداً عراقية ودولية استثنائية داعية الشعب العراقي إلى توحيد صفه وبناء عملية سياسية جديدة على أسس المواطنة والكفاءة بعيداً عن المحاصصة والطائفية. تعرض الكثير من أبناء العراق خلال مدار 2 عقدين للإبادة الجماعية والإرهاب والفقر والتشريد والتهجير القسري، وفقدوا مدنهم التي أصبحت منزوعة السكان بفعل الميليشيات الموالية لإيران وأحزاب السلطة
بحسب الميثاق الوطني العراقي، فيما أشار مجلس عشائر العراق العربية إلى أن العراق أصبح منطلقاً لمشاريع الإجرام والإرهاب وداعماً لأنشطة الميليشيات التابعة لإيران بعد 20 عاماً من احتلاله بحجة إرساء الديمقراطية. بعد 20 عاماً على غزو العراق تحتفل الأحزاب والميليشيات بهذا اليوم، بينما لا يزال العراقيون يواجهون آثار الاحتلال الأمريكي وتداعياته من أزمات متلاحقة ساعدت في انتشار الفقر والبطالة، فضلاً عن تغول الأحزاب والميليشيات التي بلغ عددها أكثر من 70 ميليشيا مسلحة تتلقى الأوامر من طهران وتعمل لخدمة مصالح الاحتلالين الأمريكي والإيراني. إذن مشاهدينا الكرام، لمن فاتته المقدمة، نبحث في برنامج تحت الضوء لهذا الأسبوع لماذا تحتفل الأحزاب الحاكمة بيوم احتلال بغداد. أبدأ معكم دكتور نوري، يعني مواقف الوطنيين اتفقت بأجمعها من الشعب العراقي أن يوم 9 نيسان ذكرى احتلال العراق عام 2003 هو صفحة سوداء في تاريخ العراق، ولا تستحق الاحتفال به أو لا يستحق الاحتفال به، لكن الأحزاب الحاكمة الذين جاءوا مع الاحتلال ومع الدبابات الأمريكية والبريطانية طالبوا بجعله يوم عطلة رسمية. على ماذا تم الاستناد في ذلك؟ نعم، شكرا جزيلا لك. وبداية الحقيقة يعني دعني أن أهنئ وبارك لكم في قناة الرافدين وجمهوركم الكريم لذكرى مرور 17 عام على انطلاق القناة، وكذلك أحيي ضيفيك الكريمين. الحقيقة أنه شوف، كبداية لابد من الإشارة إلى ما قبل 2003 أو ما قبل يعني 9/4/2003، والويلات الذي أو التي كانت يعني يعاني منها الشعب العراقي جراء الحصار الاقتصادي الجائر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية بقرار يعني الأمم المتحدة. والشعب العراقي حقيقة بهذه المعاناة كان مغيب بكثير من القرارات. فعندما جاء الاحتلال وبإعلانات كاذبة حول يعني تحرير العراق من نظام الاستبداد أو نظام الشمولي أو نظام الدكتاتوري، هنالك من أيد وهنالك من لم يؤيد. وهذا واقع حال، ولكن سرعان ما أفاق الشعب ورفض تماما الاحتلال. ومنذ الأيام الأولى بدأت الناس تتحدث عن الاحتلال، وبدأ يزداد الحديث ويزداد جمهور الرافض للاحتلال الوجود أو الاحتلال الأمريكي، وهذا ترجم حقيقة في المشاركة في الانتخابات. تدريجيا المشاركة في الانتخابات هي بدأت تقل حتى وصلت في 2018 و2021 إلى ما دون 18% من المشاركة في الانتخابات. هذا دليل على أن الشعب العراقي بدأ بشكل واضح يرفض الاحتلال، ولم يكتفي بذلك، هو تطور الرفض إلى رفض العملية السياسية برمتها، لأنه الشعب شعر وتلمس جيدا بأن هذه العملية السياسية بنيت برعاية الاحتلال على أساس المحاصصة الطائفية التي أوصلت البلاد إلى ما ورد في بيانات كل القوى الوطنية. عن انتشار الفساد، انتشار الجريمة المنظمة، القتل على الهوية، تقسيم البلاد إلى يعني إلى شرائح، وتقسيم المجتمع أيضا إلى مجاميع وتحت مسميات، كل ذلك هو ولد بهذا الاحتلال. فاليوم حقيقة وبعد مرور 20 عام لم تبقى قضية رفض الاحتلال ورفض العملية السياسية مرهونة يعني بإقناع هذه الأحزاب. الأحزاب لم تتمكن من إقناع المجتمع العراقي بالتعددية الحزبية التي كانوا يتحدثون عنها بأنه ستجلب الخير للبلاد. على العكس تماما، من ولد
في أيام الاحتلال، يعني اليوم اللي أعمارهم 20 سنة نعم. هم يعني البناة الحقيقيين في ثورة تشرين نعم. الذين رفضوا الأحزاب طيب. بكاملها. نعم أستاذ مصطفى، أجدد الترحيب بكم. ردود فعل الشارع العراقي حول احتلال بغداد يوم 9 نيسان يقولون بأنه يوم أسود في تاريخ العراق، ولكن في هذا المعنى هل الأحزاب الحاكمة التي تدعو للاحتفال بهذا اليوم هي تعمل على غير إرادة الشعب العراقي أستاذ مصطفى؟ مرة أخرى أحييكم وأحيي ضيوفكم ومشاهديكم. الحقيقة يعني هذا اليوم هو يوم أسود بكل التفاصيل، يوم كارثي على العراق وعلى الأمة العربية وعلى العالم كله. هذا اليوم هو اليوم الذي مثل حدا فاصلا بين سيادة العراق كما جاء في بيانات الهيئة التي عرضتموها قبل قليل، يوما فاصلا بين سيادة العراق واحتلاله، بين حرية البلد وارتهانه لكل المشاريع الإجرامية والإرهابية. واقع الحال الذي يعيشه الشعب العراقي وتعيشه هذه الزبر والعصابات الإرهابية التي تتحكم بالعراق منذ احتلاله سنة 2003 هو الجواب الواقعي على لماذا يحتفل هؤلاء المجرمون، القتلة، المزورون، اللصوص، الفاسدون، المرتشون بهذا اليوم الإجرامي. يحتفلون لأن لديهم، وبالطبع بالضد من إرادة الشعب العراقي، يحتفلون لأن مشروعهم التدميري في تدمير العراق وفي تخريبه وفي قتله ونهبه وتدمير حضارته وقطع كل أوصاله وقطع كل جذوره بتاريخه العريق وبأمته العربية والإسلامية وبالقيم التي كانت تسود فيه، هذا مشروع يعني يجري تنفيذه، ولذلك هم سعداء بتنفيذ هذا المشروع من جهة، ومن جهة أخرى هم سعداء بالحال التي وصلوا إليها حيث جمعتهم الولايات المتحدة وإيران وبريطانيا من مقراتهم ومن أسوأ الأماكن في العالم وأعفنها في الحقيقة لتأتي بهم لارتكاب هذه الجريمة بحق العراقيين. أنا لا أتفق مع الأستاذ نوري أن حالة التضليل التي تحدث عنها في بداية الأمر كانت سبباً لانخراط بعض الرعاع في مشروع الاحتلال أو في الاستبشار به، ولكن ربما بعض الناس انزووا خارج الصورة لأنهم لا يريدون أن يكونوا حطباً لإجرام الولايات المتحدة في عدوانها على العراق، ولكنهم في نفس الوقت كانوا رافضين. والذين تصدروا المشهد في الأيام والأسابيع والأشهر الأولى هم الذين كانت الولايات المتحدة وإيران طبقا للتحالف المشترك بينهما في مشروع غزو العراق، كانوا يريدون إظهار هذه الصورة البائسة للإجرام الذي حصل في العراق سرقة ونهبا وقتلا وإلى آخره. هذه صورة كان مطلوب إشاعتها بين العراقيين وبين العالم أيضا. نعم أستاذ. الذي حصل، الشيء الإيجابي الأهم في هذه الكارثة التي حصلت هو اندلاع المقاومة الوطنية العراقية الشعبية الباسلة فور يعني احتلال بغداد واحتلال المحافظات الأخرى. نعم. وبالتالي هذا هو المعلم الرئيسي الذي يجب أن يذكره العراقيون اليوم بعد مرور 20 سنة بموازاة حالة الإجرام التي عرضناها. الأستاذ حارث الأزدي، أجدد الترحيب بكم. سوف نتحدث معكم خصيصا عن الرسالة المفتوحة التي تفضلت بها هيئة علماء المسلمين بمناسبة الذكرى 20 لاحتلال بغداد، حيث قلتم أو قالت الهيئة في رسالتها إن الاحتلال جاء لتنفيذ مشروعه، بدأ بالتعيين وانتهى بتغيير نتائج الانتخابات وتبادل الأدوار بعيدا عن الديمقراطية المزعومة التي جاءوا يبشرون بها. ولكن السؤال المطروح هنا لحضرتك أستاذ حارث، ألم يكن من ضمن الشعارات التي رفعت وقت ذاك
إبان احتلال بغداد بأن القوات المحتلة جاءت لتنشر الديمقراطية ومفاهيم الحرية، ما الذي حصل بالضبط أستاذ حارث؟ حياكم الله وحفظكم، مرحبا بكم، مرحبا بقناتكم ومرحبا بضيوفكم. أنا أقول بداية مثلما جاء المحتل الأول وقال جئنا محررين لا فاتحين، جاء المحتل الثاني أمريكا وقالت جئنا لنشر الحرية والديمقراطية ليكون العراق مثلا ونموذجا يحتذى به، وها هو اليوم العراق مثال صارخ للفساد، تتزعمه ميليشيات وأحزاب فاقدة لإرادتها مرهونة لدولها التي رعتها، أحزاب وجماعات مارقة الآن تتسيد العراق، والعراق اليوم أصبح مثالا تحذيريا للشعوب، يعني أي شعب تكون لديه أي حركة يحذر، يقال له حذاري حذاري من عرقلة بلدك. نعم. هكذا أصبح العراق، وهكذا أصبح العراق بعد نشر الديمقراطية المزعومة وبعد نشر مفاهيم الحرية. الخلاصة أنا أقول أن محتلا لا يبني بلدا، وأن ما جرى على مدى 20 عاما أمر مخطط له. نعم. وكان يراد له أكثر من ذلك لولا وقفة الشعب العراقي ومقاومته العسكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية والعشائرية، وإلا فإن هؤلاء المتسلطون الذين على دفة الحكم يمارسون إدامة تأسيس دولة الطغيان والتنكيل والنهب والسلب. طيب. هذا بالضبط هو الذي حصل. دكتور نوري، هل الأوضاع التي نجمت بعد احتلال بغداد من انهيار الدولة، تشتت المجتمع، نهب ثروات البلاد، هل هذه كلها مجتمعة تماشت مع إرادة الأحزاب الحاكمة التي فرحت بالاحتلال الأمريكي للعراق؟ نعم، هو هذه حقيقة، يعني كل ما يجري اليوم في من خراب ودمار للعراق من 2003 لحد اليوم، يعني من بعد الاحتلال، ولا هو لحد اليوم الاحتلال قائم يعني. نعم. بكل أشكاله، إذا كان على العسكري أو الاقتصادي، الأحزاب الموجودة هي حقيقة تسعى لمصالحها. نعم. بالتالي كل ما يتحقق وكل ما يحدث ويصب في مصالحها هو مبتغاها، وهو هم البعض على سبيل المثال يتحدث على أنه هذه الأحزاب لم تتمكن من إدارة البلاد بشكل جيد لأنه قليلي الخبرة أو لأنه غير قادرين، يعني هذا قد نختلف فيه، لأنهم هم يدركون ماذا يريدون وهم يخططون لما يفعلون. نعم. التقسيم المجتمعي هو من أهدافهم، التقسيم الديمغرافي على وفق الجغرافيا هو من أهدافهم. كل ما يحدث حقيقة بكل الصعد هو يحدث لمصالحهم. نعم. ولتكريس سلطتهم وحتى تشريعاتهم للقوانين بما فيها قانون الانتخابات، هو تصب في إدامة وجودهم. نعم. واستبدادهم وسيطرتهم على مقدرات البلاد. أهم ما موجود حقيقة اليوم يسعون إليه هم قدرتهم، تمكنهم من السلطة الدائمة، قمع الحريات، قمع الرأي الآخر، بالإضافة إلى نهب خيرات البلاد. أستاذ مصطفى، يعني مما لا شك فيه أن اليوم يوم 9 نيسان هو مرحلة فاصلة في تاريخ العراق الحديث بين السيادة الكاملة ووحدة الشعب وبين انهيار الدولة وتقسيم المجتمع ونهب ثروات البلد، ولكن إذا تحدثنا عن المستفيد برأيكم، من المستفيد الأكبر مما آلت إليه الأوضاع في العراق؟ إذا عرفنا طبيعة المشروع وأهدافه، المشروع الإجرامي في احتلال العراق وتدميره، سنعرف من هو المستفيد. عندما نعرف أو نوقن أن المشروع كان يهدف إلى تحقيق
أمن الكيان الصهيوني وإزالة النظام الوطني في العراق، إزالة العقبة التي كانت يعني تقف أمام انتشار المشروع الصهيوني والمشروع الفارسي في هذه المنطقة. سندرك جيدا أن المستفيد الأول والأخير هما إيران والكيان الصهيوني من تدمير العراق، تدمير حضارته، نهب ثرواته، إشاعة التجهيل والطائفية فيه، تخريب كل المعالم الحياة فيه، غلق منافذ الأمل والمستقبل أمام شعبه. وبالتأكيد لولا حالات الرفض العراقي الشعبي الباسلة ومتمثلة بالمقاومة الوطنية العراقية، متمثلة بالاعتصامات، متمثلة بحالة الرفض في وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، كل هذا أدى إلى تقليل حجم الانهيار، ولكن لأن المشروع التدميري كان مشروعا هائلا خطيرا يستوجب يعني إزالة العراق قيادة دولة وشعبا وتاريخا وحضارة ومستقبلا. لذا كان ما نشهده اليوم من حالة إجرامية يعني فاعلا ومؤثرا حقيقة بعمق، ولكن كما قلت كان هناك رغبة في التدمير أكبر، ولكن الإرادة الشعبية الخيرة لدى عدد كبير من العراقيين منعت هذا الانهيار، ربما أخرته أيضا لسنوات طويلة، ولكن حجم الضغط وحجم الإجرام كان كبيرا في العراق فعلا. طيب. أستاذ حارث، هيئة علماء المسلمين في رسالتها تقول إن أي عملية سياسية لابد لها من شرطين لنجاحها، وهما وضع الأسس الصحيحة لبناء العملية السياسية، وجود رجال سياسة من أصحاب الخبرة والولاء لبلدهم. هل سبب الفشل السياسي أو فشل الحكومات المتعاقبة التي جاءت بعد الاحتلال هو هذان الشرطان كما أشارت إليه هيئة علماء المسلمين؟ نعم، هذا هو حقيقة رأينا الذي صرحنا به منذ بداية الاحتلال، ونعتقد فيه الصواب، ولا نماري ولا نعترض على من يريد مناقشته للاستدلال على صحته. هذان الشرطان حقيقة هما الأساس، وكل شرط كفيل بإنجاح شرطه الثاني. يعني بمعنى هي أشبه بمسألة فقهية، يعني لا يقبل منك العمل ما لم يكن صوابا وبنية صالحة، فإذا اختلت النية لا يقبل العمل وإن كان صوابا، وإن صدقت النية وكان العمل خاطئا أيضا لا يقبل. فهي هذان الشرطان تماثل هذه في النية والعمل، أي أن لابد من وجود وضع أسس صحيحة للعملية السياسية، ولا بد من وجود رجال ينتمون إلى العراق يقودون هذه العملية السياسية. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أقبل عملية سياسية أنا أرتضي بها، لكن أقبل بعملاء وأذلاء للمحتل أو مرتهنين لكثير من الدول التي رعتهم أيام ما كانوا يدعون المعارضة. فالأسس حقيقة صحيحة هي التي يعلو عليها البناء وترتفع بها الأوطان. الرجال المخلصون لوطنهم هم المعول عليهم حقيقة بهذا البناء. أما بفقدان هذين الشرطين فلن تجد سوى المشهد الذي أمامك، الطائفية، المحاصصة، العرقية، وهذه المفردات مقامة على تصورات وتقديرات وضعتها مراكز الفكر الأمريكي وكذلك دول الجوار إيران للعب في الداخل العراقي. لعلني أختصر، غياب الشرطين هذين مدعاة لانهيار العملية السياسية. لماذا لم تنهار؟ لأنها مدعومة من أمريكا ومدعومة مستندة إلى إيران، هذا هو السبب. دكتور نوري،
يعني الفوضى والانهيار الأمني، تفشي الفساد، الفقر، هو يشبه ذاك السؤال اللي قبله، ولكن هنا دعنا نتوقف عن موضوع الانهيار الأمني والفوضى وتفشي الفساد والفقر وخرق حقوق الإنسان ووقوع العراق تحت النفوذ الأجنبي. كل هذه أصبحت سمة لازمة للوضع العراقي، ولكن هل الأحزاب فقدت السيطرة إلى درجة أنه ترهن نفسها إلى الخارج دكتور؟ نعم، هو شوف حقيقة أنه هذه الأحداث التي تحدثت عنها، فقدان الأمن، الفوضى، انتشار الفساد، كلها مخلفات الاحتلال. نعم. أي بلد محتل يكون بيئة خصبة لنمو مثل هكذا جرائم. طيب. يعني الجريمة المنظمة وانتشار المخدرات وانتشار الفساد، تردي الخدمات. سبب الاحتلال والقوة التي حكمت الاحتلال بالبداية، بداية الاحتلال. نعم. وكل ما مرتبط، هو حقيقة يجب أن نشخص كل ما مرتبط في الاحتلال، هو لا يمكن فصله. طيب. في التصنيف. طيب. لا يمكن فصله في التصنيف. العملية السياسية هي مرتبطة بالاحتلال، فبالتالي هو الأساس الاحتلال هو يولد في كل البلدان، يحول البلد إلى بيئة خصبة لنمو مثل هكذا جرائم. طيب. بكل أشكالها، يعني حتى يعني انتشار المخدرات، انتشار الفساد، الجريمة المنظمة، كل ذلك. ولكن ما يميز ما حدث في العراق القوة السياسية أو الأحزاب المتسلطة بالعملية السياسية التي يعني أسست. نعم. في رعاية الاحتلال، هي عملت على يعني ترسيخ المحاصصة الطائفية، تسعى جاهدة يعني هنا نشوف التقسيم البلاد على أساس طائفي، مو من مصلحة الاحتلال فقط، هو من مصلحة هذه الأحزاب أيضا. ومصلحتهم في ترسيخ هذا التقسيم الطائفي لإدامة وجودهم في السلطة بدون استمرار العملية السياسية وفق المحاصصة الطائفية، لا يمكن استمرارهم بالوجود. نعم. يعني إذا كانت معايير حقيقية وطنية ضمن قوانين تساوي ما بين كافة أبناء الشعب. نعم. في التنافس الانتخابي، في المشاركة في العملية السياسية، لا تجد لدعاة الطائفية مقاماً في أي عملية سياسية. نعم. مستقبلية. هم يعتاشوا على ذلك. هم يعتاشوا على ذلك. نعم. لذلك هم حاربوا بكل قوتهم. نعم. ثورة تشرين. تشرين. نعم. لأنه تشرين يعني أجلت كل ما هو مشوه في مفهوم العالم عن الانقسام الطائفي في العراق. الشعب. نعم. العراقي غير منقسم. الشعب العراقي يبتغي دولة وطنية قوية غير متأثرة. نعم. بالاحتلال أو بالإرادة الإيرانية. هذا كله هو حقيقة يتقاطع مع مصالحهم. مصالحهم وين تكون؟ في وجودهم. نعم. على رأس السلطة، بالتالي تمكينهم من مقدرات وثروات. طيب. البلاد. أستاذ مصطفى، يعني عطفا على ما تفضل به الدكتور نوري، ولكن هناك من يقول أن الأحزاب الحاكمة كانت لا تريد أن يصل العراق إلى ما هو عليه الآن، ولكن الأمور خرجت عن سيطرته. كيف يمكن الرد على ذلك أستاذ مصطفى؟ الحقيقة هذا الرد يعني تفضحه وقائع الأحداث التي مرت خلال السنوات العشرين الماضية. هذه السنوات مكنت هذه الجهات المتسيدة والمتسلطة على العراق من موارد هائلة بشرية ومادية، ومن دعم دولي ودعم إقليمي، ومن انفتاح عالمي هائل. ولكن من الواضح جدا أن المقصود والذي يجري العمل عليه هو تدمير العراق. لذلك هذا القول وقائع الأحداث التي مرت خلال 20 سنة، وليس خلال يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، وليس مجرد التنظير أو التحليل السياسي، هو ما يدحض هذا الرأي. عندما اجتمع العملاء في فندق هيلتون في لندن في كانون الأول ديسمبر عام 2002، ثم اجتمعوا بعد ذلك في صلاح الدين يعني محافظة أربيل،
اجتماع صلاح منطقة صلاح الدين، ثم اجتمعوا قبل ذلك كانوا اجتمعوا في أكثر من مكان، في بيروت وفي فيينا وفي أماكن أخرى، كل وفي واشنطن طبعا. كل هذا يؤكد، كلها تلك الاجتماعات وما نتج عنها وما اتفق عليه خلالها تؤكد حقيقة أن المشروع التدميري كان هدفا أساسيا اتفقت عليه كل الأطراف التي كانت تسمي نفسها المعارضة العراقية، وهم الحقيقة عملاء لإيران أولا وللولايات المتحدة ولبريطانيا، حتى أن أحدهم وهو إياد علاوي خرج ليتحدث عن عمالته أو تخابره أو تجسسه ضد العراق مع نحو 15 جهازا استخباريا، وفي هذا قد ضرب الرقم القياسي. إذا عملية التدمير والتخريب كان متفقا عليها، المحاصصة الفيدرالية، يعني المقصود بها طبعا ليست الفيدرالية الإدارية، لأن الفيدرالية الإدارية كانت موجودة أصلا في العراق عندما سن قانون الحكم الذاتي في مطلع سبعينيات القرن العشرين. المقصود هو تقسيم البلاد على أسس طائفية من جهة وعلى أسس عرقية من جهة أخرى، يعني إلحاق الأذى بشعبه وإلحاق الأذى بدولته وبكيانه وبمكانته. العراق الاعتبارية بالإقليم العربي، ويعني بالوطن العربي وبالإقليم الأوسع وبالعالم أيضا، العراق دولة مؤثرة ومهمة، ولذلك كان المطلوب تقسيمها والهيمنة على قرارها ونهبها، وهذا هو ما يجري في الحقيقة. هذا أمر متفق عليه، الذي يطلع على محاضر اجتماعات مجلس الحكم المنحل أخلاقيا ووطنيا وليس منحل إداريا فقط، يطلع ويكتشف حجم الإجرام الذي كان يمارسه هؤلاء 25 الذين جلبتهم المخابرات الأمريكية والبريطانية والإيرانية ومخابرات دول إقليمية أيضا، بعضها ربما عربي، في يعني حالة لم يشهدها العراق ولا يعرفها على الإطلاق. إذا هذا المشروع لو كان هناك أي رغبة أو إرادة في تحويل المسار من حالة سلبية إلى حالة إيجابية ولو بنسبة بسيطة، لاستثمرت الموارد الهائلة وهي مادية كما قلت، أكثر من 1500 مليار دولار توفرت لهؤلاء المجرمين خلال السنوات الماضية، موارد بشرية في العراق، إمكانات. هم مارسوا عمليات القتل والتصفية والاجتثاث ليس ضد يعني فئة سياسية معينة كما يقال ضد حزب البعث، وإنما المقصود هو تدمير اجتثاث وتدمير البنية الفكرية والعقلية وبنية التطور وقاعدة النمو في العراق. لذلك هذا الذي جرى هو أمر متفق عليه ومقرر ويجري العمل بموجبه. بالمناسبة هذا حتى بعد 20 سنة ما يزال الأمر يعني كما يجري كما هو مخطط له، وكل الحالات التي تحصل في العراق يعني ليست مستجدة. هذا أمر متفق عليه وكرر من جديد في كل مؤتمرات المعارضة العميلة في السابق، ولذلك ونحن عندما نصر على عمالة هؤلاء المعارضين، لأننا نعرف جيدا أن هناك من كان يختلف مع النظام السياسي ولكنه لم يخن العراق، هذه قضية بالغة الأهمية، أن تختلف مع نظام سياسي فهذا أمر وارد جدا، ولكن أن تخون بلدك فهذا أمر مرفوض تماما. أستاذ حارث، لماذا المحاصصة وليس المواطنة؟ ما الهدف من وراء ذلك؟ سنستمع إلى الإجابة، ولكن دعونا نذهب مشاهدينا الكرام ضيوفنا الأفاضل إلى فاصل، ومن ثم نعود إليكم.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الأسبوع من برنامج تحت الضوء. نبحث لماذا تحتفل الأحزاب الحاكمة بيوم احتلال بغداد. أجدد الترحيب بضيوفي في الاستوديو الدكتور نوري حمدان، وعبر سكايب مصطفى كامل، وعبر الهاتف حارث الأزدي. أستاذ حارث، في رسالة الهيئة ذكرتم بنيت العملية السياسية على أساس خاطئ، وهو المحاصصة الطائفية والعرقية، وليس على أساس المواطنة، وهو أمر كما ذكرت الرسالة وهو أمر لم يشهده العراق عبر التاريخ ولم يألف شعب العراق صيغته. الهدف لماذا المحاصصة وليس المواطنة؟ ما الهدف والغاية من وراء ذلك أستاذ حارث؟ نعم، حقيقة المحاصصة الطائفية والعرقية وهي يعني اعتمدت بشكل يعني أفقي وعمودي، يعني مزقوا الشعب العراقي ما بين عربي وكردي، ثم بعد ذلك عملوا على تمزيق ما بين سنة وشيعة، فهو جمع ما بين القومية والهوية الدينية وما إلى ذلك. هذه التقسيمات تمثل العمود الفقري لهذه العملية السياسية، من دونها لا يمكن أن تستمر هذه العملية السياسية، لابد أن تكون لها عملية محاصصة طائفية عنصرية لتستمر هذه الشد والجذب ونهب البلاد على أساس من هذه الفقرات. المحاصصة تمثل إنقاذ بالنسبة للجاهل، بالنسبة للعميل، بالنسبة للفاسد، بالنسبة للذيل والذليل، باعتبار أن له حق. يعني أنت من لما اعتمدت مبدأ المحاصصة مهما يكون الطرف المقابل لابد أن تعطيه هذا الحق، يعني من باب أولى أنه يأخذ كيفما اتفق، وتكون هذه المكون هو مسؤول عن هذا الموضوع. طبعا تدخل الإرادات الدولية والإرادات الإقليمية في سوق هذه الأقليات باتجاه تمزيق البلد. الوطنية ليست يعني مشتقة من عرق أو لون أو طائفة. الوطنية كان العراقيون قبل الاحتلال يعرفون بسيماهم، يعني كل عراقي حتى إذا خرج من العراق يعرفه أخوه العراقي. سحنة الوجه. وكذلك هم سحنة الوجه. نعم، سحنة الوجه يعني. وكذلك التصرف والقيم وما تربى عليه من الثقافة. نعم. فلذلك تجد أن يعني حتى العراقيين يعرفون هويتهم بنخيل العراق، بالانتماء للعراق، بالانتماء للبصرة، بالانتماء للموصل، بالانتماء لكل محافظات العراق. نعم. برقص الشوبي، باللاي، بالمطبق، يعني بأي صفة يتصف بها العراقيين يعرفون ذلك. فلذلك اشتغلت الولايات المتحدة بعد عام 90 على ضرب الهوية الوطنية العراقية، فعملت على هذا المكس اللئيم الخبيث وهو عملية المحاصصة الطائفية. فوجدوا أن المحاصصة الطائفية والعرقية هي النموذج الأمثل لقيام هذا النظام المتهالك الذي هم يسمونه عملية سياسية، وهي لعبة سياسية قذرة مسرحية شخوصها هؤلاء الذين تربوا في أحضان المستعمر أو في أحضان المحتل. دكتور نوري، الأحزاب الحاكمة التي جاءت مع الاحتلال، الغريب أنها غيرت من خطابها، أصبحت تتحدث عن الولايات المتحدة بأنها دولة احتلال. ما الذي غير مفهوم الأحزاب من دولة صديقة إلى دولة عدوة ودولة محتلة؟ نعم، شوف، بداية يعني دعني أضيف إلى ما تفضل به أستاذ حارث. نعم. حقيقة يعني المحاصصة الطائفية
والمبتغى يعني وجودها في العملية السياسية وتأسيس العملية السياسية هو تغييب القرار العراقي القرار الوطني. كل هذه الفترة شهدنا لا يوجد قرار موحد للعراقيين، نعم، حتى بقضاياهم الوطنية، يعني بقضايا العراق، ناهيك عن القضايا الإقليمية أو القضايا القومية أو القضايا حتى الدينية، نعم، في كعالم الإسلامي. غياب الدور العراقي في القضية الفلسطينية، في القضية العربية بشكل عام، غياب العراق ب المحافل الدولية اللي تخص انتماء العربي والإسلامي. طيب. أما عن دور أو متغير في خطاب بعض هذه الأحزاب، حقيقة أنه أنا لا أعتقد أن هذه عقائد حقيقية عند هذه الأحزاب، بأنه في يوم وليلة تتحدث عن هذا محتل أو كان غير محتل، كان صديقا وأصبح محتل. وممكن هنا أن أستعير بالتصريح للسفير السابق يعني للولايات المتحدة في العراق، عندما تحدث عن الإطار التنسيقي في مقابلة على قناة أمريكية، قال الإطار التنسيقي هو ليس عدو للولايات المتحدة الأمريكية، بل أغلبهم أصدقاء، وفيهم الآن يعني من يعني بسبب مقتل سليماني أصبحت نوع من الابتعاد، ولكن هذه سرعان ما تتغير. وفعلا شهدنا في حكومة الكاظمي هم يتحدثون عن الولايات المتحدة الأمريكية المحتلة للعراق ويطالبون بخروجها من العراق، ولكن في حكومة السوداني خطابهم بدأ يتغير، بدأ يتحدث عن علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وعن جدوله وعن كثير من القضايا التي يتحدث. بالتالي يعني هذه نوع من أنواع البرغماتية الحزبية التي يتعاملون بها لضمان مصالحهم وبقائهم، لأنهم شعروا حقيقة أنه الولايات المتحدة الأمريكية غير راضية على أدائهم، فبالتالي لابد من تغييرات وفي الشخصيات وكذلك في الأحزاب. هم يشعرون في هذا الجانب، والأمريكان هم يعني غير نزيهين بهذه القضية، هم فعلا يفكرون باستمرار بخلق بدائل جديدة وأصدقاء جدد، وهم ليس لديهم صديق دائم، هم مصلحتهم دائما. فهذا الواقع حقيقة اللي تعيش هذه الأحزاب. طيب أستاذ مصطفى، يعني أبقى في نفس الموضوع ولكن من جانب وفي شق آخر، بعد سنوات من الاحتلال أصبحنا نسمع من الأحزاب الحاكمة مصطلحات، يعني من ضمنها مثلا الذي يخطر على بالي محور المقاومة، وكأن الذي قاد المقاومة منذ بداية الاحتلال هم الأحزاب الحاكمة. ماذا سيكتب التاريخ عن هذه الفرية وتزوير التاريخ أيضا؟ أنا بودي أن أضيف أولا إلى النقاط التي تفضل بها الأستاذ حارث والأستاذ نوري في موضوع المحاصصة. هؤلاء انتقلوا، طبعا نحن متفقون على مبدأ المحاصصة العرقية والطائفية، ولكن هؤلاء انتقلوا أو المشروع التدميري للعراق انتقل من مرحلة المحاصصة العرقية والطائفية فقط إلى مرحلة الصراع والمحاصصة داخل ممثلي كل مكون كما يزعمون. وأنا حقيقة أكره كلمة مكون، لأنني أتحدث عن شعب واحد وليس عن مكونات، ولكن هم الآن جاءوا بممثلين لما يزعمون أنهم للسنة، وافتعلوا صراعات داخلية بينية فيما بينهم، ثم جاءوا بممثلين لما يزعمون أنهم للمكون الكردي وافتعلوا صراعات داخل هؤلاء الممثلين، وكذلك الحال لما يزعم أنه ممثلين لشيعة في العراق، وأيضا افتعلوا الصراع بين صدريين وإطاريين ودعويين ومجلسيين وإلى آخره. هذه نقطة. هذا كله طبعا لإدامة الأزمات، لأن الحقيقة لا يوجد لديهم ما يقدمونه للبلد من منجزات، لذلك هم لا يستطيعون أن يحشدوا إلا على أساس الأزمات وعلى أساس المشاكل المستمرة في العراق منذ 20 سنة. الجانب الذي تفضلت بالسؤال، يعني المقاومة الوطنية العراقية مقاومة معروفة الهوية، معروفة الموقع الجغرافي، معروفة الانتماءات.
حالة التزوير التي تجري الآن، هذه مقاومة سليماني يعني لا يمكن أن تستمر، ونحن لن نسمح العراقيون أعني وخصوصا الذين ينتمون إلى بيئة المقاومة الوطنية العراقية لن يسمحوا لهذا التزوير أن يمر. أنا في سنوات سابقة نشرت كيف عن وثائق كيف نام الأمريكيون والإيرانيون في فراش واحد، وكيف أرسل سليماني رسالة إلى زلباي خليل زاده نقلها جلال طلباني، وهذا في وثيقة أمريكية منشورة على موقع ويكيليكس بالإمكان الاطلاع عليها. كيف أرسل سليماني إلى خليل زاد عبر جلال طلباني رسالة يؤكد فيها أن المشروع الإيراني ينسجم تماما مع المشروع الأمريكي في العراق، المشروع الإيراني في العراق ينسجم تماما مع المشروع الأمريكي في العراق، وأنه يقسم بقبر خميني، هكذا ورد في نص الرسالة، أن لديه مئات الأشخاص في بغداد، وهذه الرسالة في ذروة المقاومة الوطنية العراقية في مطلع عام 2007. كانت الرسالة تقول أن سليماني يقسم بقبر خميني أنه لن يحرك أحدا من مئات الأشخاص الذين يأتمرون بأمره في بغداد ضد الولايات المتحدة، لأن نجاح الولايات المتحدة في العراق هو نجاح للمشروع الإيراني في العراق أيضا من جهة أخرى، وأنه مستعد للبدء بعملية تنسيق بين الأمريكان والإيرانيين في العراق. وكما تعرفون أن سليماني هو كان المسؤول الأول والأخير عن ملف التعامل مع الحركات السياسية العميلة في العراق، وهذا العرض الإيراني لن يبقى عرضا هائما في مجال السياسة والتبادل الدبلوماسي فقط، وإنما وجد صداه على الأرض حينما عقدت اجتماعات بالفعل بين، طبعا هو كان عرض ثلاث صيغ للتنسيق، يعني اما التنسيق المباشر واما التنسيق غير المباشر بين الامريكيين والايرانيين، واعتمد التنسيق المباشر بحضور عراقي كما يزعم، وجرت عمليات اجتماعات يعني متكرره في بغداد بين ممثل الحرس الثوري في العراق كان حينها السفير حسن كاظمي قمي، والسفير الولايات المتحدة كان حينها رايان كروكر، وهذا الأمر شهدناه بشكل كبير في كل المحطات السابقة الجوهرية. تبقى لنا وقت، آسف جدا. نعم أستاذ مصطفى، لم يتبقى لنا وقت. حتى الفتاوى الدينية التي كانت تصدر من مراجع النجف كانت ومراجع إيران كانت تصب في هذا الهدف أيضا. أستاذ حارث، بدقيقة لو تفضلتم في ذلك، إذا ما تحدثنا عن إصلاح العراق من جميع النواحي السياسية الاجتماعية الاقتصادية الأمنية، من يمتلك القدرة على ذلك؟ بدقيقة لو سمحتم أستاذ حارث. حقيقة الحل المنطقي والذي تكاد كل القوى المناهضة للاحتلال تتفق عليه هو الحل الذي طرح منذ بداية الاحتلال وسلم إلى الأخبر الإبراهيمي ودرس في الأمم المتحدة، ولكن نحية لغرض المشروع الأمريكي الإيراني في السيطرة على المنطقة. الحل هو ما طرحته الهيئة منذ العام الأول، يتمثل بوضع جدول لانسحاب القوات المحتلة، لا كما يطرح الآن كان صديقا ثم صار الآن محتلا ونرفع لواء المقاومة ونحن في ظل العملية السياسية، عملية لعب بالألفاظ وعملية خداع لا تخفى على كل نابه وعلى كل متفرس في هذه العملية السياسية. أنا أشكرك أستاذ حارث. دكتور نوري، بكلمة أخيرة بعد كل الذي تحدثنا عنه، ما الذي سيبقى في ذاكرة العراقيين عندما يذكر يوم 9 نيسان؟ بنص دقيقة لو تفضل. حقيقة كل ما يمر الزمن العراقيين لم يذكروا غير الاحتلال والدمار والخراب والانقسام الطائفي وكل ما والفساد الذي نهب خيرات البلاد وأفقر شعبه. نعم، أنا أشكرك الأستاذ الدكتور نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، وكان معنا عبر الهاتف مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين الأستاذ حارث الأسدي. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.